خليك فعلا. انا امل يونس وداتا اند دكتورز. النهارده هنتكلم على زراعه الاسنان والتجميل، ومعانا دكتور شريف عفت. دكتور ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام. ايه هي زراعه الاسنان؟ زراعه الاسنان هي جراحه صغيره بسيطه، او ساعات من غير جراحه على فكره، بنعوض بيها السنه او الضرس الفقد ايا كان سبب الفقد عشانه. بتتعمل ازاي؟ بتتعمل احنا بناخد اكس رايز، اشعات، ويعني وكلينيكال اكزامينشن او فحص في العياده يعني. بعد كده بتتعمل ان احنا بنحط اسطوانه، او زي ما بحبش اقول مسمار يعني، عشان في ناس بتقول كده اسطوانه مكان الضرس، وبنستنى 3 شهور وبعدين بنركب عليه السنه اللي هي النهائيه، اللي هي الواحد بتعوض السنه اللي فقدت يعني. الثلاث شهور دول ليه؟ الثلاث شهور علشان العظم بتاع الانسان بياخد حوالي 90 يوم علشان يعوض او يقفل المكان اللي فقدت منه السن او اللي اتحط فيه الزرع كانه جرح، فعشان يرجع تماما زي العظم اللي موجود في كل حته تانيه بياخد حوالي 90 يوم. تمام. طب دكتور، هل بتنفع لكل الحالات ولا في حالات بيبقى صعب يتعمل فيها زراعة؟ يعني في حالات بيبقى أصعب من حالات تانية، إنما دلوقتي في بالتكنولوجيز موجودة دلوقتي وأنواع الزراعات وأنواع البون جرافتس، بقى أغلب الحالات ينفع فيها يتزرع. يمكن الحالات الأصعب بتحتاج شغل أكتر أو جراحات أكبر، إنما يعني دكتور أصعب زي إيه؟ يعني في ناس مثلا استنوا كتير قوي او كان عندهم انفكشن كبير قوي او اهملوا سنانهم كتير جدا، استنوا بعد ما خلعوا يعني، بعد ما خلعوا او كان مثلا اللثه بتاعته وحشه او ما كانش مثلا مهتم بسنانه فالسنان فقدت والعظم بقى ضعيف قوي، فبالتالي لازم نرجع العظم ده عشان نرجع الزرعه، فبتكلف اكتر وبتاخد وقت اطول بكتير ومحتاجه سبيشالست. يعني لو قلنا ان الدكاتره اللي بتعمل الزرع كلهم ممكن يزرعوا سن او درس، فالقصص دي محتاجه سبيشالست معين، وليكن هيبقى 5% منهم هم اللي ممكن يشتغلوا الحالات دي. دكتور طيب، كم زياره بتحتاج لزراعه الاسنان؟ بتتراوح بقى من لو حاجه سيمبل او ستريت فورورد، يعني حاجه سهله درس واحد او كده، بياخد زياره واحده بعديها بثلاث شهور حوالي 3 زيارات مقاسات وبروفا ونجرب وكده، و ساعات لو حالات اكبر ساعات بنحتاج نعمل العظم الاول نستنى عليه 6 شهور وبعد كده نزرع مستنى 3 شهور، يعني ممكن تاخد اب تو مثلا سنه ونص. طب دكتور، الناس اللي سنها كبير او عندها سكر او عندها ضغط دايما بيخافوا من موضوع الزراعه ده، هل فعلا بيبقى فيه خوف بالنسبه لهم؟ مش المفروض يخافوا، لان هو مفيش يعني اسوأ حاجه ممكن تحصل ان الزرعه ما تمسكش، فهو هيرجع نفس الحته اللي كان فيها. انما لو حد مخلي باله من السكر، احنا بنعتبره كانه ما عندوش سكر. لو حد السكر بتاعه مظبوط وبياخد ادويته وكده ما فيش مشاكل. الناس بقى اللي مهمله شويه وكده طبعا بتقلل نسبه نجاح الزرعه، ودي حاجه ترجع للدكتور يعني، المفروض هو ممكن يقول له ما ينفعش يعملها مثلا. يعني ممكن يقول له ما ينفعش، او لو سمحت روح الدكتور بتاعك ظبط السكر وبعدين تعالى. يعني لازم يشوف ورق او تحليل يعني ان في الاخر مش هيعمل سيرجي وياخد عليها وقت واتعاب وكده وبعد كده مش هتنجح. طب دكتور، نيجي بقى للتجميل. ايه اجدد حاجه في عالم تجميل الاسنان؟ هي اجدد حاجه، هي اول حاجه الفينيرز اللي هي الكلاسيكال اللي هي ما ظهرت من زمان قوي. اللي جد فيها ان هي بقت التكنولوجي بتاعت ان احنا نخلي شكلها احلى، هو ده اللي اتغير، انما التكنيك في الاخر مور اور ليس نفس الحاجه، يعني مش مختلف قوي عن اول ما طلعت، مش فاكر من كام سنه بالظبط، بس مثلا من 30 سنه او اكتر. انما التكنيك هو التكنيك، الفكره هي بس الطرق اللي احنا بنعملها والتولز بتاعتنا اختلفت شويه. هل بيبقى فيها برد الاسنان؟ يعني في ناس بتفتكر ان الفينيرز بس بتتركب على السنه من فوق. لا، كل الحالات لازم تبرد الاسنان، بتختلف من حد لتاني. في ناس حسب السنان لو معوجه قوي بنبرد اكتر منها من العادي يعني. انما فكره ان في حاجات بتعمل من غير برد خالص، حاجات دائمه، لا مش
يعني قليل قوي، واحد في المليون ممكن تلاقي حالة كده، وبيطلع شكلها مش حلو. وزي ما كنت بقول لك قبل ما نبتدي، يعني ان طلعت حاجات تانية، تكنولوجيز تانية تجارية، وكان هدفها كله ان هو يعمل ساتسفاكشن للمريض، ان انا ممكن اخلص في يومين ومش هبرد، وهبرد قليل وكده. لكن كل الناس عرفت دلوقتي ان الحاجات دي برغم انه ممكن يبرد اقل، شكلها اوحش ومشاكلها اكتر بكتير جدا. طب دكتور، هل في اختيارات للمريض اللي هيعمل فينيرز؟ يعني مثلا لو واحده عايز تعمل تجميل بس هي اسنانها شكلها كويس، هل في كرايتيريا مثلا، ولا هي بقت موضه وناس كتيره بتعملها؟ ف يعني هل في كرايتيريا للفينير؟ لا، ممكن اي حد يعمل فينيرز، بس الواحد هيعمل فينيرز ليه؟ يعني لو واحده حد واحد او واحده اسنانهم مش حلوه، ممكن يعملها يخلي شكلها احسن، بس لازم يبقى عارف من الاول هو رايح فين. في ناس بتيجي عايزه اعمل فينيرز وخلاص عشان في حد قرايبهم او واحده صاحبتها عملت، في ناس بتيجي عشان كده. ويعني فعلا النتيجه لو حد واحده اسنانها حلوه رايحه تعمل فينيرز، احنا بيبقى مش عايزين يعني. بس دايما في حاجه احسن تتعمل. الفينيرز لو اتحطت في البق مثلا فتره طويله، يعني واحده عملت فينيرز وبعد كده عايزه تغيرها، هل ممكن تغييرها ولا مع البرد الموضوع بيبقى صعب؟ لا، ممكن فترة طويلة فترة قصيرة تتغير لو مش مناسبة لأي سبب، أو لو حصل فيها حاجة، حد اتخبط، حد يعني، ممكن تتغير، ممكن واحدة تتغير، ممكن كلهم يتغيروا. مفيش مشاكل. الفينير زي السنة الطبيعية ممكن تعيش، لو معمولة كويس ممكن تعيش 20 سنة أو أكتر. وممكن لو اتخبطت أو ما كانش حد مهتم بيها بنظافتها وبنظافة اللثة وكده، ممكن ما تقعدش سنتين. دكتور، هل بتأثر على اللثة أو بتبوظ الأسنان؟ برضو تاني، لو اتعملت كويس ما بتأثرش على حاجة خالص. بس أنا اللي يعني بحب دايما أقوله لأي حد بيجي، إنك لو أنت الفينيز مش لأي حد. يعني ايه مش لاقي حد؟ يعني في ناس، واحد بيجي بتلاقي ان حاله اللثه عنده وحشه والاسنان بايظه وما عندوش، ما بيهتمش بنظافه سنانه، فكمان هتحطي له لاير عليها، الموضوع هيبقى أسوأ. فهي هنا مش لاقي حد، بس في ناس بتعملهم وبتبقى مبسوطه بيهم فبتهتم بيهم. انما هي دي الحالات، ان واحد ما بينظفش ما بيهتمش، هي دي الحالات اللي ممكن تاثر على اللثه، لكن الاسنان ما بيحصلهاش حاجه. طب هل لون الفينيرز بيتغير مع الوقت؟ لا، ما بيتغيرش برضو لو معمولين كويس في مكان كويس، خلينا نقول حتى مكان متوسط. لا، ما بيتغيروش. الناس نفسيا ساعات بتحس ان لونه اتغير عشان بياخد على شكلهم، انما لا، ما يعني ما اعرفش حد عمل فينيرز و... طب دكتور، هل حد ممكن يعمل فينيرز عشان سنانه تبقى بيضه طول الوقت؟ يعني هل ده السبب ولا هو ده السبب فعلا؟ يعني ممكن الدكتور يخلي باله ان في مشاكل تانية، الطريقه اللي بيقفل بيها، في مسافات او كده، ويكون حد جاي بس علشان يعمل، يعني عايز لون بس. في التبيض، البليتشنج، بس انا مش بحبه قوي لان هو مؤقت. يعني في ناس بيجيب معاها نتيجه، في ناس مش بيجيب معاها نتيجه، فمش حاجه كونسيستنت يعني، ما ينفعش. هو التبيض عامه بيقعد قد ايه؟ في ناس بيقعد معاها اكتر من 6 شهور، وفي ناس بيقعد معاهم شهر ونص وبعدين يقولوا حاسين ان اللون مش مظبوط بتاع. يختلف بقى على عادات، بيشربوا سجاير، بيشربوا قهوه، نوع السنان بتاعتهم نفسها، في ناس سنانها بتتلون بسرعه. بس انا مش بحبه يعني، ما برشحوش خالص. تمام يعني. يبقى تعال نرجع للفينيرز ونسال اخر سؤال، هل في مانتننس للفينير؟ يعني لو حد عمل فينيرز هل لازم يعمل حاجات معينه او يخلي باله من حاجه معينه؟ بس زي السنان الطبيعيه، مفيش اي ريستريكشنز او ممنوعات محظورات على اللي عامل فينيرز. المفروض انه يقدر يقطم تفاح عادي، ياكل سندوتش عادي، مفيش اي مشاكل. وبتضايق قوي لما حد يجي يقول انا عملت الفينيرز بس الدكتور قال لي ابعد عنهم، كل ورا، ما تستعملهمش. يعني طبعا يعني المفروض تبقى زي السنان الطبيعيه في كل حاجه. المينتنس بتاعهم في صوره دنتال فلوس، اللي هي الفتله بتخيط بتاع السنان، غسيل السنان عادي، روح للدكتور مرتين في السنه. يعني في ناس بتحتاج تروح اكتر، بس مرتين في السنه للتنظيف العادي. وفي نفس الوقت برضو زي السنان الطبيعيه، لو حد لقى في مشكله في الفينيرز او في مشكله حوالين الفينيرز في اللثه او كده، ان هو يروح على طول يلحقها في الاول، بيبقى دايما اسهل لو المشكله اتحلت في اولها. بشكرك دكتور شريف. تابعوا صفحتنا تان موجو على فيسبوك وانستجرام، واشوفكم الحلقة الجاية. تان موجو.
100% سمارت فون. من هاتفنا المحمول إلى هاتفك المحمول. محتوى رقمي جديد.